اهلا بكم يا شباب، فيديو جديد وحلقه جديده معانا النهارده. هنكمل فيها الكلام اللي احنا قلناه في اخر ستريم عن مصاريف طالب في المانيا من ساعه ما يوصل، سواء المصاريف دي مصاريف شهريه او مصاريف لوكا هيدفعها مره واحده، او حتى مصاريف هيدفعها كل 3 شهور او 6 شهور او سنه. هنتكلم عن كل تفصيله كبيره في مصاريف الطلبه، وفي نص الكلام هنذكر بعض طرق التوفير في كل نقطه من المصاريف ديت، عشان انت هنا كطالب لما بتيجي كل يورو بيبقى ليه قيمه جامده قوي عندك، مش محتاج تصرفه في مكان مش مكانه، وبالتالي انت بتحاول انك توفر على قد ما تقدر من حساب المغلق، لان انت عايز تفضل على قد ما تقدر توفر 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 لحد ما يبدا بقى الاوتكم المصاريف اللي انت بتصرفها دي تبدا تتقلب انكم، وتبدا بقى يبقى في شغل فلوس داخله لك الاكونت مش بس فلوس طالعه، تبدا بقى بعد كده في حاله الاستقرار المادي، انك انت اللي داخل يبقى زي اللي خارج او اكتر. فده اللي ان شاء الله هنشوفه ونكمله في حلقه النهارده. اتمنى تبقى حلقه جميله عليكم يا رب، اتبسطوا بيها والمعلومات اللي جواها هتبقى مفيده لي. يلا مش هنطول كتير، تعالى نخش على اول نقطه ونقول شويه ملخص اللي حصل في الستريم اللي فات. ليتس جو. اول نقطه ذكرتها في مصاريف الطلبه في المانيا هي مصاريف السكن. لو انت واحد اعزب يبقى قدامك اوبشن من الثلاثه دول. اول حاجه واحسن حاجه هي سكن الجامعه، يبقى في حدود زي ما قلنا من 250 ل 350 يورو، ما بيزيدش عن كده في الغالب في كل المانيا. تاني حاجه والبديل لو انت ما لقيتش سكن الجامعه في الاول، وبتحصل في حالات كتير انك بتيجي للاول 6 شهور او سنه عقبال ما بتلاقي سكن الجامعه في البلد اللي انت فيها، هنبص بقى على الاوبشن الثاني اللي هو الفيجي او الفلات شير، يعني هتقعد مع حد في شقه مكونه من 3 اوض هتاخد انت اوضه منها، ودي برده بتبقى في نفس الحدود، ممكن تبدا من 250 لو حاجه رخيصه قوي لحد ممكن توصل 300 او 350 400 450 على حسب المدينه اللي انت تسكن فيها، وعلى حسب حاله الشقه او مكان الشقه اللي انت تسكن فيها. لو هي شقه كويسه جدا ونظيفه جدا يبقى ممكن تكون الايجار بتاعها غالي. تالت اوبشن قدامك كواحد عازب انك انت تسكن في ستودنت فالهايم بس برايفت، يعني سكن طلبه بس خاص. في بعض الشركات اللي بتوفر الموضوع دوت وبتوفر سكن طلاب، ساعات الشركات دي بتبقى رخيصه لو هي مثلا المكان نفسه مش جامد قوي، التجهيزات بتاعته مش جامده قوي، يبقى مثلا في الحدود بتاع 250 برضه 300 350. لكن لو المكان ده نضيف جدا وحاجه خاصه ومصروف عليها ومظبطينه جامد، يعني امكانياته كويسه المكان، هي ممكن توصل لاكتر من كده، ممكن توصل 400 او 450. فده برضه اوبشن تالت انك كطالب تقعد فيه. لو متزوج هيبقى قدامه شتين في مونهايم لو ساكن الجامعه، ودوت بيبقى في الحدود مثلا لو شقه سوايت سما فونم ممكن مثلا في الحدود 500 لحد 650 يورو حسب مساحه الشقه وحسب حاله الشقه نفسها، او ممكن هو ياجر شقه ايجار خاص من شخص، بتبقى مثلا برضو بتبدا من 600 650، تفضل تطلع بقى على حسب المدينه اللي انت هتسكن فيها. في بعض الاماكن ممكن توصل الشقه اللي هي اوضتين ل 1200 و1500 يورو، زي مثلا برلين وميونخ ومقاطعه بافاريا عامه. يعني تاني حاجه نقطه هنتكلم عليها تامين السكن، ودي بتدفعها لقه واحده في الاول، قد تكون قد الايجار مره او قد الايجار مرتين او قد الايجار 3 مرات. هو في الغالب بيبقى الايجار مرتين، يعني انت لو تدفع ايجار 300 يورو بتدفع كاوتسيون او تامين سكن 600 يورو، فدي تعتبر تاني مصاريف من تبع السكن لوك هتدفعها في الاول. كهرباء والغاز لو داخلين في الايجار يبقى كده قشطه مش هتدفع حاجه زياده، لكن لو مش داخلين في الايجار هتضطر انك تدفعهم بشكل منفصل، يا اما لصاحب السكن يا اما مع شركات دايركت مباشره غاز وكهرباء، ودي هنتكلم فيها بالتفصيل لما نروح على فيديوهات ازاي تعمل عقد كهرباء او عقد غاز في المانيا بدون مصاريف كتير جدا، وتعمل عقد يكون الكونديشنز بتاعته حلوه جدا، ان شاء الله نتكلم عنها قريب. من المصاريف برضو اللي انت هتصرفها في السكن الانترنت، ودي بتبقى حوالي 15 يورو مثلا لو انت كطالب تدفعه في سكن الجامعه، او 10 يورو هتدفعهم كسكن خاص، دول بيبقى نصيبك في النت عشان تستخدم النت سواء في الجامعه او سواء في الراوتر في السكن الخاص. لو انت شخص متزوج وعندك الشقه وهتجيب الراوتر للشقه بتاعتك، يبقى هتبدا النت مثلا يبقى تكلفته من 20 ل 40 يورو على حسب سرعه النت اللي انت تختارها. بس هي دي جزئيه السكن، وبرده في الاستريم كملنا واتكلمنا عن جزئيه الاكل والشرب، وقلنا ان الطالب انا كنت في 2016 بصرف حوالي 100 150 يورو في الشهر، بس دلوقتي ممكن طالب مع التضخم يصرف مثلا من 150 ل 200 ل 250 في الشهر، على حسب هو بياكل وبيشرب بايه بالظبط، وايه المنتجات اللي بيشتريها، والاسعار بتاعه الفتره اللي احنا فيها دلوقتي في 2023. وبرده في الاستريم قلنا ازاي توفر شويه نصايح كتيره، اللي ما اتفرجش على الاستريم يروح يتفرج عليه، ساعه كامله استريم بنتكلم فيها عن نقطه بس السكن والاكل والشرب، فيها كلام كتير وتفاصيل كتيره ان شاء الله تستفيدوا منها، اللي ما اتفرجش عليها يروح يتفرج. وهنا بقى ننتقل على النقطه اللي بعديها وهي التامين الصحي. شهريا انت كواحد مقيم في المانيا لازم 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 تدفع تامين صحي، سواء التامين الصحي ده هو تامين خاص او سواء التامين الصحي ده تامين حكومي. لو انت هتدرس او هتشتغل في المانيا يبقى الجامعه هتجبرك او الشغل هيجبرك انك لازم تعمل تامين حكومي، وده اللي هنتكلم عليه في اول نقطه. التامين الحكومي بتدفع انت فيه كطالب حوالي رينج ال 120 يورو في الشهر لو انت تحت سن ال 30. لو واحد سن فوق ال 30 هيعمل ايه؟ هيدفع حوالي 190 ل 210 يورو في الشهر. وانا كنت حطيت في منتدى القناه
صفحة فيها أسعار التأمين الحكومي في 2023 من يوم 1/7. والحلو كمان إن أنت لو معاك ولادك ومعاك زوجتك تقدر إنك أنت تحطهم معاك في التأمين، بتدفع نفس القيمة بالظبط 120 يورو في الشهر، هما معاك ما بيدفعوش حاجة. حالة واحدة بس في الزوجة لو هي بتشتغل والشغل بتاعها عدى 520 يورو في الشهر، يبقى هي ليها التأمين لوحدها، هتروح تعمل هي تأمين صحي حكومي لوحدها، يبقى باسمها مش تابع ليك. لكن لو هي بتشتغل بس لحد 520 يورو تفضل معاك جوه التأمين بتاعك، خد بالك من النقطة ديت. بالنسبة بقى للتأمين الخاص، دول بيبقى مهتمين قوي اللي بيعملوا مثلا سنة تحضيرية، أو اللي بيعملوا مثلا دراسة لغة، أو قاعدين فترة في ألمانيا من غير ما يبقوا يا بيدرسوا يا بيشتغلوا، في فترة كده بتبقى فترة جاب مثلا مستنيين الجامعة تبدأ، الحاجات ديت فممكن تعمل فيها تأمين خاص. وده من أشهر الشركات اللي بتعمل تأمين خاص هي شركة نافيستا، وهي بتبقى فيها باكجز مختلفة على حسب أنت عايز إيه، من أول 30 50 وممكن تقريبا 70 يورو في الشهر. ممكن تروح تبص على موقع مافيستا ايه الاوبشنز الموجوده عندك، وبرضه في شركات تانية كتيره ممكن تختار ما بينها، بس اشهرهم مع الناس اللي بتيجي هنا وبلاقيهم بيعملوا تامين خاص بتبقى شركه مافيستا. بالنسبه للتامين الحكومي هو بيغطي معظم الكشوفات، كل اللي بتدفعه بس خلي بالك اي حاجه بتروح تعملها زياده. يعني انا مثلا رحت كشفت على اسناني مش هدفع فلوس، عملت حشو برضه مش هدفع فلوس، بس لو في بقى عمليه مثلا اعمل كوبري، ابدل سنه، ازرع سنه، الحاجات دي كلها خد بالك ان انت تتكلم مع الدكتور الاول قبل ما تعمل اي حاجة عشان ما تلبسش في مبالغ عالية. عشان تعمل حاجة زيادة ممكن مثلا تعرض زرع سنة او كوبري او حاجة زي كده تكلفك لحد 700 او 800 او 900 يورو، التأمين بيغطي شوية منهم بس تدفع انت معظم المبلغ. خلي بالك قبل ما تخش في اي حاجة تسأل الدكتور الاول الحاجة دي هتكلفني كام، وانت تفكر هتعملها ولا متعملهاش، عشان التأمين بيغطي معظم الحاجات بس في حاجات ما بيغطاش. ونخش يا جماعة على نقطة تانية اللي هي نقطة هتدفع قد ايه في الحساب البنكي بتاعك والحساب المغلق. عارفين طبعا ان معظم الناس هنا لما بتيجي بتعمل مع فنتيبة الحساب المغلق بتاعها، وانت هتدفع شهريا 4.5 يورو تقريبا كل شهر مصاريف للفنتيبة. بالنسبة للطلاب اللي تحت 30 سنة لو فتحوا حساب محلي في ألمانيا، يعني حساب ألماني محلي، ما بيدفعوش حاجة لأن هم بيعملوا الحساب ده على أساس إن هم طلبة. لكن لو عديت ال 30 هتدفع حوالي 6 أو 7 أو 8 يورو في الشهر، وانت اللي تحدد ممكن ياخدوها منك كل شهر ولا ياخدوها منك كل 3 شهور ولا كل 6 شهور ولا كل سنة. ده انا بتكلم على بنك محلي في ألمانيا. انما بنوك الاونلاين زي مثلا البنك زي ان 26 لما بتفتح فيه حساب ما بياخدش منك فلوس ولا فلوس شهرية، فدي بنوك هي ما بيبقاش ليها فرع، بيبقى عبارة عن شركات اونلاين، يعني ما يبقاش ليها فرع شركه او فرع بنكي بتروح وتخلص فيه مصاريف، كل حاجاتك تبقى اونلاين ما بياخدوش منك فلوس. خد بالك ان اي تحويلات بنكيه بين البنوك في المانيا ببلاش، لكن لو انت رحت في البنك وعملت التحويل في البنك نفسه تدفع فلوس زياده، ممكن تبقى مثلا 4 يورو في التحويل واحد. حاول انك تتعلم ازاي تعمل التحويلات البنكيه اونلاين بحيث انك انت تتفادى الفلوس، انك كل ما تعمل تحويل هتروح تدفع 4 يورو اللي في البنك ملهاش لازمه خالص، كل حاجه ممكن تتعمل اونلاين. نفس الكلام برضو في الايداع، لما بتيجي تعمل ايداع في البنك وتروح البنك تعمل ايداع مثلا الجامعة فلوس مصاريف الجامعة هتدفع حاجة صغيرة مثلا 4 يورو 3 يورو 5 يورو، فلو انت حولت المبلغ نفسه من حساب تاني لحساب الجامعة مش هتدفع حاجة اونلاين. انا قصدي اونلاين. من الحاجات برضو ما تلبس فيها انك انت لما تروح مثلا تبقى فاتح حساب في شباركاسا ما تروحش تسحب من مكان تاني غير شباركاسا، او تعرف ايه المكان بالظبط اللي تسحب منه من البنك بتاع شباركاسا. عشان نفترض ان انا عامل كاونت في بنك شباركاسا ورحت عشان اسحب فلوس من بنك دوتش بنك، هياخد مني في كل سحب فلوس فلوس زياده، فحاول تروح للاي تي ام او ماكينات الصرافه بتاعت البنك نفسها عشان انت ما تلبسش كل شويه في مصاريف زياده. بس وكده احنا يعتبر غطينا نقطه البنك خلاص، تعالى ننتقل على النقطه اللي بعديها. لو عوزت اي ادوات دراسيه ممكن تجيب ادوات دراسيه في محل اسمه يورو شوب، كل حاجه فيه بيورو المفروض، بس حتى فيه الحاجات الادوات الدراسيه مثلا 4 5000 بيورو، مش عارف كراسه مثلا بيورو شويه او يورو. في محلات زي كيك وتيدي وفولفورس، ثلاث محلات دولت تعتبر مستلزمات منزليه فيها برضو حاجات تبع المكتبه حلوه جدا، انا بفضل فيهم في حوار المستلزمات دوت تيدي. تيدي يعتبر احسن واحد فيهم بحبه. فولفورس برضو حلو. كيك يعتبر هدوم اكتر من ان هو يكون حاجات مستلزمات مكتبيه. بس لو انت عايز اي حاجه تبع الدراسه بتاعتك، لو انت عايز بقى كواليتي حلوه ودي ريكومند مني، غوسمان. غوسمان انا بجيب منه الاقلام بتاعتي والكشاكيل بتاعتي، كواليتي تبقى حلوه بس غاليه شويه عن المحلات اللي انا قلتها من شويه ديت. فانت ليك اختيار، عايز كواليتي ولا عايز حاجه رخيصه. انت في الاول ممكن اي حاجه تمشيك، فروح لتيدي او فولفورس او تروح لليورو شوب اللي هو كل حاجه فيه بيورو دوت. برضو بالنسبه لللبس لو احتجت اي لبس في الاول ممكن تشتري برضو لبس من كيك او فولفورس،
او محل مشهور قوي اسمه بريمارك، ده فيه برضه حاجات رخيصه بس الكواليتي بتاعتها بتبقى متوسطه مش جامده قوي. لو انت عايز حاجه كواليتي كويسه وسعرها معقول شويه، في سي اند اه واتش اند ام، دول برضه يعني ممكن تروح تجيب منهم حاجات. في اوفرز وفي ديلز بتتعمل كل فتره، حاول تتابعها. لو ما بيحصل ديلز بيحطوا استندات كلها عليها الديلز دي، تقدر تشتري مثلا تيشيرت ب 2 3 4 5 يورو، يبقى الكواليتي بتاعته حلوه. لكن باقي الماركات والمحلات في الغالب هتكون غاليه شويه. لو انت طالب جاي في الاول مش عايز تصرف كتير، جيب بس اللي انت هتعوزه ولازم تجيبه. وفي محل مشهور قوي ممكن تجيب منه شوز اسمه دايشمان، ده بيعمل اوفرز كل فتره. ولو انت عايز تشوف برضو لبس يكون رخيص وماركات وبراندات حلوه، ممكن تروح لاوتلتس. منهم اشهر اوتلت في المانيا في مدينه اسمها فولفسبورغ، فيها اوتلت كبير، محلات كتيره، ماركات كتيره، بيعملوا اوفر كل فتره. في نقطه كمان عايز اتكلم عليها، حاجه اسمها جواب الراديو او غوندوفونج. دي حاجه لازم هتدفعها في المانيا، للاسف مش هينفع تخلع منها. عباره عن جواب الراديو. جواب الراديو دوت بيجي لك المفروض اول لما تسكن في المانيا في البيت اللي انت هتسكن فيه، يقول لك ادفع حوالي 19 يورو في الشهر او 57 يورو كل 3 شهور. ده كل واحد في المانيا بيبقى في البيت في فيشه راديو وفي فيشه تلفزيون، ممكن يستخدمهم كمحلي، كتلفزيون محلي وكراديو محلي في المانيا، فقصادهم بياخدوا منك الفلوس دي شهريا. طبعا دي حاجه انا شخصيا شايفها المفروض تبقى حاجه اختياريه مش حاجه اجباريه، بس هي في المانيا حاجه اجباريه وقانون لازم كل واحد في ساكن في المانيا يدفعه. من التريكات اللي ممكن تعملها، لو انت رحت في سكن عند حد مثلا نفترض في الجامعه، ممكن تكلم الجامعه ان هم يشيلوا لك الحوار دوت. لو انت رحت مثلا في فيجي فلات شير مع شخص مثلا تاني وهتسكنوا مع بعض في الشقه، ممكن الشخص ده يكون بيدفعها تنصصهم مع بعض، يعني بدل ما تدفع 19 يدفع هو 9.5 وانت 9.5 كل شهر، ولو انتوا ثلاثه بتقسموها عليك انتوا الثلاثه، بمعنى ان 19 يورو ديت للبيت الواحد، يعني تتقسم على المقاعدين في البيت ده. لو انت جيت انت ومراتك وعيالك، انت بس بتدفع 19 يورو، مراتك ما بتدفعش، اولادك ما بيدفعوش على حاجه، هي بتتاخد لكل سكن في المانيا. في نقطه برضو عايز اتكلم عليها، وهي الفلوس والمصالح اللي هتخلصها في الاول. لو انت هتعمل تسجيل في السكن، حضر مثلا 15 يورو ممكن تدفعهم. لو انت هتعمل اول اقامه ليك في المانيا، حضر حوالي 100 يورو، يعني ممكن تبقى 100 وشويه، ممكن تبقى حاجه و90، ممكن تبقى حاجه و80. تبقى فاهم برضو المصاريف اللي انت هتصرفها في الاول للاقامه، بس دي مصاريف المصالح في الاول. الجامعه ما بتاخدش فلوس عشان تعمل فيها تسجيل، التامين الحكومي ما بياخدش فلوس، فتح حساب في البنك ما بياخدش فلوس، فكل دوت لا ما بياخدش فلوس. برضه المصاريف اللي هتحسبها، السيم كارد اللي انت هتجيبه هتدفع له مثلا تقريبا في المتوسط 10 يورو في الشهر. لو انت متزوج هتدفع 20 يورو، 10 ليك و10 لزوجتك في الغالب. ولو جينا يا جماعه كده عملنا كونكلوجن او تجميع لكل اللي قلناه بقى في الفيديو بتاع النهارده وفي الستريم اللي فات، هنشوف المصاريف الطلبه ونجمعها في مثالين. المثال الاول لو واحد عازب جاي يدرس في المانيا، ايه نظامه؟ افترض هنبتدي بالسكن، هيدفع حوالي في المتوسط 300 يورو ايجار للسكن شاملين الكهرباء والغاز، سواء في سكن جامعه او سواء في سكن خاص. الاكل والشرب ممكن مثلا لو انت توفر شويه، ممكن نقول في المتوسط مثلا تدفع 180 يورو في الشهر، زود عليهم التامين الصحي هتدفع 120 يورو في الشهر. مصاريف الجامعه هنقول مثلا الجامعات بتصرف من 100 ل 500 يورو كل 6 شهور، نقول مثلا لو جامعتك في رينج 300 يورو نقسمهم على 6 شهور، يبقى تدفع في الشهر للجامعه 50 يورو. ولو انت معاك خط وسيم كارد تدفع حوالي 10 يورو في الشهر. برضه مع الايجار بتدفع انترنت منزلي 15 يورو. جواب الراديو ممكن ينزلك 19 يورو، او انت تقسمه او تلغيه، ده برضه نضيفه للاحتياط، يبقى تدفع 19 يورو في شهر جواب راديو. لو احنا جمعنا كل المصاريف ديت هتبقى في حدود 694 يورو، نقول 700 يورو. انا بحب دايما ان انا لما احسب المصاريف بتاعتي احط دايما فاكتور عامل مجهول عليه علامه استفهام. مصاريف مثلا ازودها تبقى بدل 700 تبقى 750، لانك انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يجي لك في الشهر تصرف فيه فلوس. عايز تجيب ادوات دراسيه، عايز تجيب حاجه انت مثلا الجامعه لازم تجيبها، فكل دوت ممكن يطلع لك في النص. فانا بحب دايما احط فاكتور كده مجهول حوالي 50 يورو زياده بالنسبه للطالب، ان هو ممكن يتحط في موقف يدفع فيه فلوس زياده. ممكن نقدر نقول كمجمل انت كطالب عازب تدفع في حدود 750 يورو. ونخش بقى على مثال واحد متزوج، لو انت جاي ما يعني معاك مراتك واولادك، في المتوسط انت هتدفع تقريبا نص شقه حوالي 700 يورو. نفترض ان هم شاملين الكهرباء والغاز. مصاريف الاكل والشرب كام متوسط؟ تدفع 500 يورو. جواب الراديو وش اكيد هتدفعه 19 يورو. نقول خطين تليفون كل واحد ليك انت وزوجتك 10 يورو و10 يورو، يبقى 20 يورو. التامين الصحي هتبقى حاجه واحده هتدفعها 120 يورو ليك انت بس، وبقيه الاسره هتبقى ان شاء الله داخله في التامين نفسه. نفس الحوار بتاع مصاريف الجامعه، هنقسم 300 يورو كمتوسط مصاريف جامعه على 6 شهور، يعني في المتوسط تدفع 50 يورو، وهتدفع انترنت منزلي في المتوسط حوالي 25 يورو. انترنت منزلي اللي هو نت في البيت يعني. لو جينا جمعنا ده كله هيطلع 1434 يورو في المتوسط انت ليك، وممكن نقول 1500 لو حابين كمان نزود الفاكتور، فنقدر نقول
كمجمل ان انت كواحد متزوج هتدفع حوالي 1500 يورو شهريا في المتوسط، ممكن تدفع اقل من كده وممكن تدفع اكتر من كده، ده كله بيعتمد على انت جاي وزوجتك بس ولا جاي وزوجتك واطفال كمان وكم عدد الاطفال، كل ده طبعا فاكتورز بتزود او بتقلل الرقم اللي احنا قلناه دلوقتي دوت. وبنوه تاني يا جماعة، الارقام اللي انا بقولها دي ارقام تقريبية مش اكتر، انا بقول في المتوسط، فهعيد الموضوع ده تاني، ممكن تدفع اقل من كده وممكن تدفع اكتر من كده. طبعا كل الكلام ده احنا بنتكلم عن الاوتكم، طب فين بقى الانكم؟ فين الفلوس بقى اللي هتخش جيبنا؟ وده اللي هيجي ان شاء الله من شغل الطلبه، وهنتكلم باذن الله في الحلقه الجايه مباشره في نفس السلسله ازاي انك تلاقي شغل في اول لما تيجي المانيا كطالب. دي باذن الله فكره فيديو قادم ان شاء الله هيعجبكم، وهنقول فيه التفاصيل كلها عن طرق ايجاد شغل طلبه في المانيا، وازاي انك تحاول على قد ما تقدر في الاول تستعجل الاجراءات عشان تخلص مصالحك اول باول وتلضم على طول في شغل يبقى فيه على الاقل انكم، حتى لو الشغل دوت ب 520 يورو في الشهر اكيد هيفرقوا معاك كتير. واحب انوه ان الوقت المنطقي ان الطالب عقبال لما يجي المانيا بياخد حوالي من شهر لثلاث شهور عشان يلاقي شغل في المانيا. كل اللي كان بيسالني هل هتصرف من حساب المغلق؟ اكيد هتصرف من حساب المغلق على الاقل شهر او شهرين عشان نقدر نقول عقبال لما انت بس تلاقي شغل في المانيا. اول لما تلاقي شغل هيبدا شويه فلوس تخش جيبك وتقل المصاريف من حساب المغلق لحد ما ممكن حتى شغلك يبقى مغطي مصاريفك وزياده كمان 200 او 300 او 400 يورو لو انت بتشتغل دوام جزئي 20 ساعه في الاسبوع. عقبال لما توصل لمرحله الاستقرار المادي انك يبقى عندك شويه ستابيليتي في الداخل واللي خارج هياخد وقت، وعقبال لما الوقت دوت يعدي لازم هتقعد تسحب من حساب المغلق. قصه انك تسحب ولا لا، هتسحب اكيد، بس هي بقى السكيلز او المهاره بتاعتك انك انت تحاول على قد ما تقدر تلاقي شغل في الاول بسرعه وتقلل السحوبات من حساب المغلق. فترتيب الفيديوهات كده يا جماعه، الثلاث فيديوهات الجايين، الفيديو اللي جاي هنتكلم عن فرص عمل اداره الاعمال في المانيا، الفيديو اللي بعديه هنتكلم عن الاوس بيلدونج، الفيديو بقى الثالث ان شاء الله هنتكلم عن ازاي انت كطالب تلاقي شغل في الاول وطرق التدوير وكل التفاصيل عن الموضوع دوت. فاتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو يا جماعه النهارده وانبسطتوا، اتمنى لو انت قعدت معايا لاخر الفيديو واستمتعت بالمعلومات ما تنساش بقى اللايك المتين واشتراك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك دايما كل جديد. اتمنى لكم من كل قلبي التوفيق والنجاح دايما في امان الله. سلام يا شباب.